أنا وصيف غواصين من 10 سنين وحسينا بالمسؤولية تجاه البيئة البحرية. حسينا مسؤوليتنا إنه إحنا نورجي العالم اللي ما بيغوصوا إيش عم بيصير تحت المي وكيف هذا بيأثر عليهم بطريقة غير مباشرة. بروجكت سي كان هدفها إنه نعمل حملات تنظيفية بشكل شهري عشان نكون مستمرين على الوعد وعشان نقدر نترك أثر إيجابي في البيئة وبنفس الوقت ننشر الوعي عن طريق منصاتنا الاجتماعية. بروجكت سي مبادرة توعوية وبتهدف لحماية البيئة البحرية، ومن خلالها بنحاول إنه إحنا نوعي الناس عن طريقة التخلص من النفايات وكيف يديروا بالهم على البيئة البحرية حتى لو إنهم مش غواصين. الحمد لله بعد ما انطلقنا بكم من حملة صارت حتى الشركات المحلية والشركات العامة آمنوا بفكرتنا وحبوا فكرتنا وخصصوا جزء من البادجت السنوية لإلهم ليدعموا حملاتنا ويستمروا فيها كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية. إحنا لغاية الآن صرنا تقريباً 2 سنين ولغاية اليوم أتممنا 19 حملة تنظيف، شارك معنا فوق 260 متطوع وقدرنا من خلالها إنه إحنا نخلص البحر أكثر من 85,000 قطعة بلاستيك. من وأنا صغير كنت بالنسبة إلي ومحلي السعيد هو البحر. أنا الرابطة اللي موجودة مع البحر هي رابطة فطرية انولدت معي وأعطتني هذا العشق للبحر. من أنا وصغيرة كنت أحس كثير في رابط مميز بيني وبين البحر. البحر كان جزء كثير كبير من حياتي وإحنا كبرنا على حب المغامرة وحبنا للبحر. رحلتي بالغوص بدأت من هون، بيكون إنه طبيعة عملي بالشحن البحري، فإذا ما كنت على ظهري الباخرة كنت أكون تحت الباخرة عم بغوص، فهيك بدأت معي رياضة الغوص. في كل غطسة بغطسها وبنزل تحت المي بعتبر حالي إني أنا في حالة تأمل، وهاي حالة التأمل هي عبارة عن كانت مخرجي من الصعوبات والتحديات اللي كانت تواجهني. وأنا بالنسبة إلي الغوص كان وسيلة علاج نفسي وراحة نفسية لإلي لما أغوص وأنزل تحت المي. وأنا بقدر أحكي إحنا كتير محظوظين لأنه إحنا قدرنا أنه ندمج شغف مع ترك أثر إيجابي، وعم نشوف إنه هذا الإشي عم بيأثر على الناس اللي حوالينا والناس عم بدلها ترجع عشان تكون جزء من المبادرة اللي عم نعملها. يعني لما خلصنا هاي آخر غطسة عملناها شفنا سلحفة كتير كبيرة وضلت حوالينا عم تسبح حوالينا زي اللي إنها عم تشكرنا اللي عم نعمله. فإحنا بالنسبة لإلنا هذا كتير إشي، يعني كتير إشي حلو، كتير إشي ببسطنا. إحنا في البداية بلشناها كفكرة وكحلم إلي ولابيسان إنه نغير مصير البيئة البحرية. Project C مبادرة غيرتنا إحنا كأفراد كأشخاص، وبالمقابل كمان غيرت الناس اللي حوالينا، فكتير كان حلو نشوف التغيير بالسلوك بأشياء بسيطة غيرناها بحياتنا، قدرنا إنه إحنا نساهم بهذا التغيير الكبير. إحنا بنقدر نحكي إنه Project C شايفينه هو عبارة عن مؤسسة كبيرة رائدة في مجال تغيير البيئة، إن شاء الله مش بس في الأردن، توصل إن شاء الله إقليمياً إذا مش عالمياً، يكون حلمنا يوصل لجميع الناس بالحفاظ على البيئة البحرية والمحافظة على البيئة بشكل عام. هدفنا وأمنيتنا أنا وسيف دائماً بنحكي إنه إحنا نوصل لمرحلة ما نكون بحاجة لنعمل حملات التنظيف هاي، ونوصل لمرحلة إنه البحر يكون خالي من كل النفايات.